حسنا، آمل أن يعمل قلمي الآن. لكن على أي حال، كنا نقول عندما x تساوي سالب 1 بالألف، لذلك نحن نقترب أكثر وأكثر إلى صفر من الجانب السالب في الـ x تساوي سالب 1000. حسنا، يمكنك تقييمها بنفسك. وكما ترون، عندما تقترب x من صفر من الاتجاه السالب وحصلنا على سالب أكبر وأكبر، أو يمكنك القول أرقام سلبية أصغر فأصغر. كما تعلمون، إذا كان سالب 1 بالعشرة آلاف سنحصل على سالب 10 آلاف، ثم على سالب 100 ألف، ثم سالب 1 مليون. هل يمكنك أن تتخيل كلما اقتربت أكثر وأكثر من الصفر؟ وبالمثل عندما تذهب من الاتجاه الآخر، عندما تقول أن x تساوي 1%، هناك تحصل على موجب 100، أليس كذلك؟ عندما تكون x تساوي 1 بالألف، تحصل على موجب 1000. وكما ترى، مع الاقتراب إلى صفر من الاتجاه السالب تحصل على قيم سالبة أكبر فأكبر، أو قيم سالبة أصغر فأصغر، وكلما ذهبت من الاتجاه الموجب تحصل على قيم أكبر وأكبر. اسمحوا لي أن أرسم هذا بيانيا لإعطائكم فكرة عما يبدو عليه هذا الرسم، لأنه في الواقع من الجيد أن نعرف ما يبدو عليه الرسم بشكل عام. حسنا، لنقل لدي محور X وهذا المحور Y. أقوم بتغيير اللون، لذلك عندما يكون X رقما سالبا كما سيواجهنا لاحقا، كما لو أن X له قيمة سالبة لا نهائية ويقترب من الصفر ولكن ما يزال مستمرا قليلا في كونه رقما سالبا، كما نرى من الرسم الناتج، نبقى نقرب X إلى أن تقترب من أن تساوي الصفر. نقارب الخطوط ونقترب من سالب ما لا نهاية، أليس كذلك؟ وبالمثل من الأرقام الموجبة، إذا ذهبت إلى أقصى اليمين وهي تقترب من صفر، لكنها ستكون قيمة موجبة، وكلما اقتربنا أكثر فأكثر إلى الصفر نصل إلى ما لا نهاية موجبة. أنت لا تحصل تماما على x تساوي الصفر. في هذه الحالة لديك بالفعل x تقترب، لذلك اسمحوا لي أن أدونها بطريقة أخرى والتي على الأرجح ستراها في نهاية المطاف. أنا فعلا قد أقدم عرضا منفصلا حول هذا الموضوع. النهاية عندما يقترب x إلى الصفر من الاتجاه الموجب، وهذا التدوين هنا لواحد تقسيم x، لذلك هذا عندما x تقترب إلى الصفر من الاتجاه الموجب من الجانب الأيمن، وأيضا هذا يساوي ما لا نهاية. ومن ثم النهاية عندما x تقترب إلى الصفر، النهاية عندما x تقترب إلى الصفر من الاتجاه السالب لواحد تقسيم x، هذا التدوين فقط يخبرنا أن النهاية تقترب من الاتجاه السالب عندما تساوي x الصفر من هذا الاتجاه، أو من هذه الناحية. ماذا يحدث؟ حسنا، هذا يقودنا إلى سالب ما لا نهاية، حسنا، بما أننا نقترب إلى قيمة مختلفة عندما نقترب من هذا الطرف أو ذاك،
وهذا الحد في الواقع غير معرف، أعني أننا يمكن أن نقول أن من الاتجاه الموجب هي موجب ما لا نهاية، ومن الاتجاه السالب سالب ما لا نهاية، لكن يجب أن يكونوا متساويين لهذه النهاية حتى يكون معرفا. لذا فإن هذه النهاية تساوي غير معرف. حسنا، دعونا نحل مسألة أخرى، وأعتقد أن هذا سيكون مثير للاهتمام بأخذ المسألة السابقة بالاعتبار. ما هي النهاية عندما تقترب x إلى 0 ل 1 تقسيم x تربيع؟ لذا في هذه الحالة سوف أرسمها بيانيا. هذا هو المحور السيني، وهذا هو المحور الصادي. حسنا، هنا مهما كانت القيمة الموضوعة في x ستكون النتيجة موجبة لأنك ستقوم بتربيعها. إذا وضعت السالب في الواقع يمكنك، اسمحوا لي أن أفعل ذلك، سوف تكون مفيدة على ما أعتقد. مرة أخرى، من الواضح أنه لا يمكنك وضع x تساوي 0 هكذا، ستحصل على 1 تقسيم 0 والتي ناتجها غير معرف، لكن لنقل 1 تقسيم x تربيع إلى ماذا تقيم؟ لذلك عندما تكون x تساوي 1 بالعشرة مربعها هو 1 بالمئة، إذن 1 تقسيم x يساوي 100. وبالمثل إذا وضعت سالب 1 بالعشرة، مربع سالب 1 بالعشرة هو موجب 1%، إذن تساوي 100. لذلك بغض النظر عن ما إذا وضعنا عددا سالبا أو موجبا، سوف نحصل على قيمة موجبة. وبالمثل إذا ما وضعت إذا قلنا أن x تساوي 1%، إذا قمت بتقييمها ستحصل على 10,000، وإذا وضعنا سالب 1% ستحصل على 10,000 موجبة لأننا قمنا بتربيعه. لذا في هذا الرسم البياني عندما نرسمه، وإذا كان لديك آلة حاسبة للرسوم البيانية عليك أن تجربها، يجب أن يبدو شيئا من هذا القبيل. أستطيع أن أرى هذا الأزرق الغامق، لذلك من الاتجاه السالب تقترب من ما لا نهاية، تستطيع رؤيته. كلما صغرناه أكثر فأكثر، كلما اقتربنا أكثر وأكثر إلى صفر من الاتجاه السالب وتصل إلى ما لا نهاية. نبدأ من الاتجاه الموجب، وهذه في الواقع متماثلة. على الرغم من أنني لم أتعمد رسمها متماثلة وهي تقترب أيضا من ما لا نهاية. حسنا، كانت هذه حالة نهاية، هذا ليس واضحا، لا أعلم إذا كنتم تستطيعون رؤيته. النهاية عندما x تقترب من صفر من الاتجاه السالب لواحد تقسيم x تربيع يساوي ما لا نهاية، والنهاية عندما x تقترب من صفر من الجانب الموجب لواحد تقسيم x تربيع أيضا يكون الناتج يساوي ما لا نهاية. لذا عندما تتجه من الاتجاه الأيسر الجواب يساوي ما لا نهاية، تتجه إلى ما لا نهاية كلما اقتربت من صفر، وكما أنك تتجه من الجانب الأيمن أيضا تتجه إلى ما لا نهاية. لذلك النهاية بشكل عام تساوي ما لا نهاية. هذا يفسر لماذا أتحمس عندما
أبدأ تعلم النهايات لأنها وللمرة الأولى اللانهاية هو الجواب الأكيد للمسألة والتي أحصل على بعض الحماس عند رؤيتها. على أي حال سأحل مسائل أكثر في العرض القادم لأنه لا يمكنك الاكتفاء بما تحله من مسائل على النهايات، وفي العروض القادمة سأعطيكم تعريفا رسميا، تعريفا رياضيا دقيقا للنهايات. أراكم قريبا.